يتوسط مدينة النجف مرقد الإمام علي عليه السلام، وبالتالي أصبحت مدينة مهمة بالسياحة الدينية. اليوم قررنا نروح لهناك ونسوي تجربتنا هناك. لو إجاك شخص وقال لك أنا من الحويجة ورحت لأبو الفندق وما قبل يسكنني لأنه أنا اسمي عمر، شنو راح تكون ردة فعلك وشنو راح تسوي؟ الله يساعدك حجي. الله حجي، أنا من الحويجة واسمي عمر، هنا لك أبو الفندق طردني إنه شيء من الحويجة واسمي عمر. ليش ما استقبل؟ يعني هو شافني من الحويجة واسمي عمر ما استقبلني بالنجف، من النجف ما يستقبلون هنا؟ لا ليش يستقبلون؟ يعني شاف هويتي من الحويجة واسمي عمر ما استقبلني بهذا الفندق. كودن اسمك عمر؟ يعني ومن الحويجة ما استقبلني. ولاية علي بن أبي طالب النجف ترحب بكل إنسان. أنا من الحويجة نزلت بفندق هناك. ما استقبلنا بفندق لأنه من الحويجة واسمي عمر. والله بيوتنا كلها مفتوحة، لا مو الفندق على راسي. ممكن مثلا دليني فندق، دليني فندق سنة وشيعة ما دليك فندق، تروح للبيت على راسي. يعني هذا فندق يستقبلني أنا يعني. ماكو فندق، ايش قد ما وياك، ايش قد ما هاي ناويكم بالبيت. على راسي على راسي مشكور، بس لو اكو فندق مثلا انا لا عمي وياي بالبيت، الفندق شلك لي. اشكرك انا جوج وساخذ والشغلات جوز هاي أشكرك. انا ما ادليك بفندق، تروح وياي اليوم تسكن. اشكرك هاي النجف فندق يعني انا لا ما اسكنك فندق، انت اليوم تروح تسكن وياي النجف، ترحب بكل انسان. السلام عليكم الشيخ. الله يحفظك ويسلمك. انا قبل شوي نزلت بذاك الفندق، شافني من الحويجة واسمي عمر فالفندق طردني. كودن من الحويجة واسمي عمر، يعني معقولة بالنجف تشاكو شيء؟ ما أدري ما معقول. أنا يعني تفاجأت، جزء بس ذاك أول فندق مثلاً شيء عندهم؟ يعني مثلاً ما عنده مكان يعني لو. لا كودن شافني أنا من الحويجة واسمي عمر، فما استقبلني. يعني ممكن أكو شيء بالنجف؟ ما أعتقد. روح يا الزور وكمل. واحنا نشرب بكم، روحوا على البيت. على راس والله العظيم، على راس طيبين والله العظيم. ما استقبلني ابو الفندق. انا ببلدي سما ايراني. شيخنا اخذت من وقتك. السلام عليكم. عفوا. عليكم السلام ورحمه الله. احنا برنامج تجارب اجتماعيه، احنا كاميرات خفيه. اهلا. الله يسلمك. السؤال اللي يطرح نفسه، هو اكو هيك شيء موجود بالعراق؟ لا مستحيل مستحيل، لا اكو هيك شيء. واللي يقول لك هذا كذاب. يعني النجف ترحب بكل انسان، ترحب بين سني وشيعي وصابي. عادة هذه مدينة امير المؤمنين، امير المؤمنين مو للشيعة ولا للسنة ولا للمسلم وللانسان، امير المؤمنين اللي يقول الناس لك صنفان، اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. والله العظيم انا جماعة قاعد اخابرهم هسه من تفلونتهم من الانبار. زين. ويا كانوا على راسي. لحد الان اخابرهم مره. فأنا تفاجأت من قال للأخ، ولذلك سألت أنت يعني رحت وطردك ما أجابني. أحسنت شيخنا، أخذنا من وقتك شيخنا. حياكم الله شيخنا. الله يسلمك.